السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 4 فيفري 2020، اليوم سميت بسم الله وحطيت الأعشاش، حطيت 7 أعشاش كالعادة، نفس الأماكن تاعهم، نفس النواحات. معرفكم سعب هيسوكار إنتاج 2019، عصور ما شاء الله. مي ما قعدتلوش باش نروضو، ما قعدتلوش تماما، مثلا شوية راك جا هذيك إنثى تاعو ثاني 2019، أنا قاعد نجرب بالك نرجع ل لا باش نرجع، راح نشوفو طاش بالك الكوبلي في الكاج والله ما عرف، زدت ما قررتش، المشكلة عاود نشتي لهنا على بالي نطلقهم لهنا وما عرف، ما قعدتلهم ما قعدتلهمش عليكم، ما قعدتلهمش خليهم في السلاك أخير. عندنا عش 2 3 4 5 6 وهذا 7. توكلنا على ربي وسمينا بسم الله. مواد تعشيش مازلنا ما حطيناهاش، مازلنا ما حطيناش مواد تعشيش. حطيت العشاش لاني شفت صفير صفير ديما صفير صفير وصفير تاع تاع يبشر بالخير ان شاء الله. حطيت عشاش اليوم اللي مازال جماعه اللي ما حطوش يشوف السجنة تاعو واش فيه صاري فيها، ساكتين وساكتين، لكن ساكتين ما زال حال شوي تاع اليوم مازال ما وجدوش برك، لكن يصفروا ما شاء الله. حط العشاش تاعك وتوكل على ربي وسمي بسم الله، وشي اللي فيه خير يجيبه ربي وانا ما كان. قلت لكم زاد المواد تاع التعشيش ما زالت، استنى بربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله، بربي ان شاء الله مانيش نحط القطن. القطن اصبح عدوي لدود، القطن ينتفوه العصافير، تحكم الانثى تنتف تنتف، وبا مال دو فوا يصقلها في صباحها الكبير، الصباح الرابع الكبير ديال لاغيال هذاك، وسبب موت العصافير العام اللي فات هذا هو القطن، تنفخ صباحها. حنا حاطين توكل فيه وهي توكل فيه روحها ماك في العش في السطر الجاي، حتى قولوا هنايا لقيت العصافير ميتين تحتها كيما شفتوهم، يعني مش عيب نخبي ولا نخبي عليكم اخوتي، مي الشي اللي كاين نقولوه بحلوه وقال وعد ومره. نتوكلوا على ربي ان شاء الله، مسلمي بسم الله، شي بشر بالخير ان شاء الله. وش عندكم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.